ورجعت لكم بعد الفاصل، وعندي دلوقتي بقى الدونتس بعد لما اتحمرت ونشفت وحطينا عليها السكر ومسك فيها. احلى وقت ليها دلوقتي وقت الحشوه. بنعمل ايه؟ بنجيب الدونت كده نبتدي نخرمها اي حاجه كده تكون مستقيمه. تقعدي تخرميها، تعملي فتحه كبيره عشان الحشوه تقدر تدخل. تحاولي توسعي لنفسك مساحه كده عشان الفتحه تدخل جواها الحشوه كويس قوي. بعدين نبتدي نحشي لحد لما نلاقي ان الحشوه ابتدت تطلع لبره كده، نفس المنظر ده كده. بهي كده اول واحده اهي اهي، اول واحده تمام. نشوف كمان، نعمل واحده تاني، بعمل كده بنزل لتحت كده واتاكد ان انا عامله لنفسي فراغ كبير اهو. بعدين انزل بالكيس الحلواني، ادخل البوز بتاعه لجوه خالص. لحد ما يطلع لي لفوق كده يبقى هو ملا تحت كويس. ممكن بقى الحشوه دي، ده كاسترد، ممكن تعملوها مربى، ممكن تعملوها وايت شوكليت، ممكن تعملوها الشوكليت الكريمي، كل ده ينفع. ممكن كريمه عاديه، ممكن اصلا تتقدم ساده زي ما قلت لكم في اول الحلقه. طبعا يعني شكلها خطير وزي بتاعت بره فعلا. وبصوا عملنا كم قطعة بعجينة قد ايه، وكم كوباية دقيق طلعنا منهم كم قطعة. عايزة افتح معاكم كمان واحدة على الهواء. عايزة اوريكم بس واحدة كده لما تتفتح بتبقى من جوه عاملة ازاي. بصوا بتبقى كده، شايفين جمال الدونتس من جوه؟ بتبقى الحشوة داخلة ازاي كده جوه والعجينة هشة، جميلة جدا. نعمل بقى دلوقتي بالشوكولاتة، نأكد على الخرم بتاعنا وبعدين ناخد الشوكولاتة وننزل بيها جوه الحشوة كده. هعمل معاكم واحدة كمان. طبعا كمية السكر على الوش دي لو انتوا بتحبوا السكر قوي كده، لو بتحبوه خفيف. في ناس بتحب السكر برضو على الدونتس يكون مش تقيل، ما تزودوش يعني، حسب انتوا بتفضلوا ايه. كده النهارده نكون عملنا مع بعض الدونتس البيتي بالشوكولاته زي ما انتم شايفين، محشيه، عملنا العجينه بيتي 100%، مفيش اي حاجه اشتريناها من بره. عملت العجينه كوبايتين دقيق، عملوا قطع كتير جدا ولسه متبقي معايا كمان نقدر نحشيه بمربى وبكذا حاجه تاني. يا رب الحلقه النهارده تكون استفدتوا منها وتكون مختلفه، تجربوها تقولوا لي رايكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقات جديده دايما من سفره دايما. شكرا.